التقى محافظ القاهرة خالد عبد العال بوفد بنك التنمية الألماني بالقاهرة. جاء ذلك لمناقشة أوجه التعاون بين الجانبين لتطوير منظومة النقل الحضري بالقاهرة ولتطوير هيئة النقل العام. وناقش الاجتماع خطة المشروعات الجارية والمستقبلية في قطاع النقل الحضري المستدام، فضلا عن تحديد الاحتياجات والمشاريع الاستثمارية المحتملة على المستوى الفني، مثل توسيع نطاق الحافلات الكهربائية بمحافظة القاهرة في ضوء الاهتمام المشترك بالاقتصاد الأخضر والحفاظ على المتغيرات المناخية.